سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء العلا يا ضوء سبتمبر، يا بهاء لا يغيب، يا مدى لا يحد، يا أفقا ليس تحجبه الغيوم. يا سبتمبر أيا شهر النضال، يا تسامين النبيل، يا موسم التجلي الأعظم، ويا معراجنا المقدس، ويا حريتنا التي لا تبيد. أيها الثائرون، دعوا المساء يتدفق من أفواهكم بكثافة، وامنحوا هذا الزمن الخلود، امنحوا هذا اليوم المقدس حق التسامي في مراقي الأبدية. أشعلوا الوهج يعم الضوء هذا الخراب. تيمموا بالنضال وصلوا للحرية تهبكم الخلاص والانعتاق. ولوا وجوهكم شطر السماء واقبضوا على ناصية القدر يتحقق حلم ثورتنا الجميل. هيا ندلي أحلام ثورتنا في مواضع النجوم السامقات، فالحرية لا تقبل بمكانة أرضية، ولن نرتضي بغير السمو. أفيضوا بالأمنيات وازرعوا الأحلام، يغدو الوطن ممتلئا، ونهب هذا العالم الشاحب بعض الثراء. لن ينطفئ هذا اللهب المؤجج وهو خليط الدماء، وليس من اليسير على أحد أن يهدم فينا شرف النضال. وعيوننا تحدق أبدا للفجر الجميل، فترتوي بالضوء وبطهارة البدايات الناصعة. لن ندعهم يتمادوا أكثر في الغواية ويظنون بأننا ظلال هامدة. نحن المعادلة الأصعب يا ذو الظلال الكئيبة. ليس بوسعكم أن تطفئوا فينا الوهج المقدس، ونحن نجيش إصرارا وتمردا كل يوم. أصدقائي الحالمون، يا فراش الثورة الأنيق، أيها المقاومون المكافحون، أنتم يا أسراب الكفاح التي لا تمل، وطننا مهجور وخال من الشدو والنغمات. يتوجب علينا أن نعيد طيور سبتمبر المهاجرة، ونمنح ثورتنا أجنحة من جديد. سيعود الربيع ذات يوم حتما بكامل خصوبته، ونغني معا للمطر والأمنيات. أيها السبتمبريون، احتفوا بالموسم الجميل وبهذا المساء الذي يطل بلون جديد. لا تدعوا هذا النهار يتسرب عبثا من بين أيديكم. أمسكوا بالفرحة جيدا، ولا تدعوا الزمن المجيد ينزلق مجددا. أسقوا أرواحكم بالجذل، ودعوا سبتمبر يزهو، ثم اجعلوا عطره يفوح لتتنفس الجمهورية. نرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، ونحن اليوم نتحدث عن كيف يمكن أن نجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق لتعزيز دعائم الجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. نرحب بكم في برنامج الكلمة لك، يمكنكم مشاركتنا عبر الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا المشاركة في صفحات البرنامج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ومعنا ماجد العودي، ونحن نتحدث ماجد العودي اليوم عن كيف نحتفي بذكرى سبتمبر ونجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق لتعزيز دعائم الجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. ماجد العودي إعلامي وناشط سياسي، مرحبا بك ماجد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. اليوم نتحدث عن ونحن نحتفي بذكرى ثورة سبتمبر، وكذلك يقدم علينا ثورة 14 من أكتوبر و30 من نوفمبر، لكن كيف يمكننا أن نجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق ونحافظ على الهوية اليمنية ونعزز مبادئ الجمهورية؟ نعم أخي الكريم، الذي تابع احتفالات سبتمبر اليوم رغم القمع، رغم الظلم، رغم القبضة الحديدية، خاصة المناطق التي يعشعش فيها أو تعشعش فيها الميليشيا، وجد أن هذا الشعب اليمني لا ينكسر أبدا، لا يخضع لأي تهديد. احتفل بثورة سبتمبر حتى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، أيضا احتفل في كل مكان. الذي أريد أن أقوله يا أخي الكريم، أننا ونحن نعيش ونتذكر ثورة سبتمبر، الثورة التي أشرقت فيها الشمس بعد ليل بهيم، الثورة التي كسرت قيد السجان وكسرت هؤلاء الإماميين، وأشرقت اليمن وعادت تكتسي الحلة الجميلة، حلة الحرية، حلة الكرامة والعزة. هكذا كسرت شوكة الإنقلابيين يومها.
اليوم بعد أن حملهم علي عبد الله صالح على كتفيه وأرادوا أن يعودوا من جديد، أيقظ الله تبارك وتعالى لنا أي ألف زبيري وزبيرين، ألف سبتمبر وسبتمبرين. واليوم ميادين الشرف وميادين المقاومة خير شاهد على ذلك. أخي الكريم، هناك نقطة مهمة جدا، أنه بالطريقة التي تحققت فيها ثورة 26 سبتمبر، وهي طريقة النضال، طريقة الشرفاء، طريقة أولئك الرجال الذين ضحوا بدمائهم لكي يبقى الوطن وبقي الوطن. استشهد علي عبد المغني لكي يبقى الوطن وبقي الوطن، استشهد الزبيري والسلاية وأولئك الأبطال الذين سطر التاريخ ذكرهم ونفاخر بهم بين العالمين، ونحكي لأبنائنا عن بطولاتهم ونحكي لكل العالم عن رجولتهم، سطروا لنا ثورة 26 سبتمبر. اليوم ونحن نعيش هذه الظلمة وهذه الغمة، اليوم والإماميون يسعون جادين مجتهدين لكي يعيدوا لنا عصر التخلف، عصر الجهل، عصر الإمامة من جديد. نحن بأحوج ما نحتاج إلى مسيرة الشهداء، مسيرة الرجال الذين يسطرون بدمائهم التضحيات ويبذلون جهودهم حتى تعود إلينا، يعود إلينا وهج سبتمبر وهو حاضر في قلوبنا دائما وأبدا. اقتفى أثر الزبيري الشهيد القشيبي وركن الجمهورية الركين عليه رحمة الله لكي يدافع عن هذه الجمهورية الذي أراد علي عبد الله صالح أن يمرر أنفها بالتراب وأن له ذلك. أيضا هناك نماذج كثيرة لا يمكن أن نستحضر ذكر الأبطال الذين دافعوا عن الجمهورية ودافعوا عن الوطن، ونزلوا إلى الآن إلى هذه اللحظة يسكبون دماءهم ويرون تراب هذا الوطن بدمائهم، من نايف الجماعي إلى أمين الرجوي إلى الأبطال في على عموم امتداد الوطن. وكما قلت لك، بما أنه يعني سطر التاريخ ذكر أولئك الأبطال الزبيري والسلاية وعبد المغني، سيسطر التاريخ أيضا الذين يسيرون على النهج الرجال. نعم، الذين إذن كيف يمكن أن نجعل من هذه، نحن تحدثنا الآن عن ما المرحلة التي سار عليها أولئك الثوار وقدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل هذا الوطن وفي سبيل إحياء الجمهورية وإخراج اليمن من تلك العصور البائدة، عصر الإمامة والجهل والتخلف والخرافة والشعوذة. أولئك سطروا بدمائهم وكنا على أعتاب مشارف جمهورية وبدأنا في التحرر في الحياة الكريمة في العيش، لكن جاء الإماميون الجدد بثورة جديدة. اليوم يواصل كثير من المقاومين على أرض الميدان ويسيرون نفس السير ونفس جاء الإماميون بانقلاب جديد. هذه ليست ثورة، ما قاموا به في 21 سبتمبر ليست ثورة، هذا انقلاب، والعالم كله يعرف أنه انقلاب بإجماع العالم. أخي الكريم، ونحن نريد أن نتحدث عن كيف يمكننا أن نعود. يا أخي، استمر النضال السلمي 3 سنوات في الشوارع، الناس لم يقطفوا شجرة، لم يقتلوا أحد، رفعوا الشعارات السلمية وتلقوا الرصاص بصدورهم لكي يصنعوا لنا يمنا جميلا. الذي أريد أن أقوله من هذا كله، نحن نواجه عصابة، نحن نواجه ميليشيا، هذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام، هذه الميليشيا لا تؤمن بالحوار، هذه الميليشيا لا تؤمن بالطرق السلمية والحضارية والراقية، هذه الميليشيا لا تؤمن إلا بلغة السلاح، السلاح الذي استخدمه الأبطال يوم ثورة 26 سبتمبر وانتزعوا الدولة من الظالمين ومن الإماميين. هو فقط من يستطيع أن ينتزع العاصمة صنعاء وينتزع المناطق التي تقبع تحت سيطرة الميليشيا ويجعلها تشرق بإذن الله رب العالمين وتعود إليها الحياة المدنية، الحياة الراقية. لك أن تتخيل حينما يتحرك اليوم كل الناس، كل النخب، ما بين دكتور وجامعي وطالب، الكل تركوا أقلامهم، تركوا كل شيء والتفوا حول الوطن، التفوا حول الجيش الوطني، ساعين وجادين مجتهدين لكي يعود إلينا الوطن. أضرب لك مثال يعني ضربناه كثيرا وعرفه الجميع وعشناه
واقعا. حينما تحرك الناس من بيوتهم كتب الناس لأجل هذه الجمهورية، كتب الناس لأجل أن يندحر هؤلاء الإيمانيين الجدد وتعود الحياة المدنية إلى الجمهورية اليمنية تماما كما كتب الزبيري وكما كتب أولئك الأبطال. من الأبطال الذين أرووا اليمن بدمائهم الشهيد نايف الجماعي، وهو الحاضر في قلوبنا جميعا ولا يمكن أن ننسى ذلك الرجل. في عيد سبتمبر ذكر، ولا ننسى أيضا الشدادي، الشدادي وغيرهم من الكثير. أنا فقط أستأذنك أن أقرأ فقط 5 أبيات للشهيد نايف الجماعي وهو يتحدث تفضل. حول سبتمبر، وهو يتحدث حول الحلم الجميل الذي يريد هؤلاء الأوغاد أن يدفنوه. هؤلاء يريدون أن يكسوا لنا الجمهورية بالجهل الذي كساه من قبله آباؤهم، لكن أن لهم ذلك. نحن الآن في عصر التكنولوجيا، نحن الآن هم يواجهون ثورة شبابية غير عادية، لا يمكن أن تقهرها الرصاص، لا يمكن أن تقهرها أن يقهرها التفجير والقتل والتدمير والإرعاب والإرهاب والرعب أبدا. هؤلاء يواجهون شعب والشعب لا يقهر. الشهيد نايف الجماعي في عيد سبتمبر يتحدث حول سبتمبر بأبيات طويلة وجميلة ورائعة، لضيق وقت لن أذكرها كلها، سأذكر أبيات منها. يقول: عيدي مقاومة يا خير أعيادي، ونصرها الفاتح الميمون ميلادي، عيدي زنادي سلاحي يوم تحمله، كفي لنصرة ديني يوم ميعادي، عيدي بلون أديم الأرض أعشقها من قبل عشقي لزوجاتي وأولادي، عيدي بريح عبير النصر أنشده يا حبذا ريحة الباوود للشادي، عيدي بطعم أنين الجرح في بلد عانى من السيد المهدي والهادي، حتى يقول: سبتمبري الهوى لا أنحني أبدا، أمضي على درب آبائي وأجدادي. فعلا هذا الجيل تشرب سبتمبر، هذا الجيل تشرب الحرية، تشرب ما جرى عليه الآباء، كسر القيود وقهر السجان وقهر الإيمانيين، وأن لهؤلاء الإنقلابيين فعلا أن ينقلبوا على سبتمبر الذي عشقناه وتغنينا به وأصبح بالنسبة لنا كالماء والهواء. أن لهم ذلك، هم يواجهون شعب تشرب فعلا محبة سبتمبر. فأقول يا أخي الكريم، هؤلاء لن يتركوا بلادنا أو لن يتركوا وطننا يتنفس الحرية بالحوارات، لن يتركونا بسلام ما دمنا نعاشرهم بسلام. هؤلاء لا يؤمنون إلا بلغة واحدة، لغة الحسم العسكري، لغة الرصاص، والجيش الوطني اليوم يدرك ذلك أيما إدراك. تراه اليوم توجه سيلا جرارا جارفا يقتلع هؤلاء الإماميين ويرمي بهم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أدراج الرياح، سيرمي بهم إلى بلبلة التاريخ كما رمى بآبائهم، كما رمى بإمامهم الذي ركع اليمنيين زمنا والذي قهر اليمنيين زمنا هؤلاء اليوم. وللمعلومة يا أخي الكريم، لك أن تتخيل ما كنا بالنسبة لنا، كنا نقرأ عن ثورة سبتمبر، عن ظلم الإمام وعن قهر اليمنيين يومها، لكن اليوم رأينا ما لاحظناه اليوم من تصرفاتهم أثبت ما كنا نقرأ عنه وما كنا نسمع به. أي والله، هكذا بكل ما تعنيه الكلمة. أدركنا اليوم قيمة ثورة سبتمبر، أدركنا اليوم قيمة الدماء التي سالت لكي ينتعش اليمن، لكي يزهر اليمن الحبيب، وأيضا أدركنا قيمة الأبطال الذين ثبتوا مع سبتمبر، والذين ثبتوا مع الجمهورية وكانوا أوفياء لها. أدركنا قيمة الشهيد القشيدي عليه رحمة الله، الشهيد الشدادي، الكم الهائل من الأبطال ومن الرجال، رشاد البعداني وغيرهم من الأفضل، لا يسعني المقام للذكر كثير من الأبطال الذين رووا اليمن بدمائهم وحافظوا على الجمهورية قدر المستطاع. واليوم كما قلت لك السيل مستمر، الأبطال مستمرين، وهو هذا الذي نحتاج إليه اليوم، الإيمان بقضيتنا وانتزاع قضيتنا من هؤلاء الأوغاد. ومتى ما وجد هذا الإيمان، والله لو وقف ضدنا العالم أجمع، والله لو خذلنا العالم أجمع،
لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا حتى التحالف العربي ولا مخلوق في الدنيا سيحول بيننا وبين وطننا، بيننا وبين حقنا من انتزاع الحرية من هؤلاء الذين أوجعوا اليمنيين أيما وجع، الذين فجروا مساجد الله وفجروا بيوت المسلمين، فجروا كل شيء، دمروا كل جميل في وطننا. لابد أن ينتزع منهم هذا الوطن، وما ذلك على الله بعزيز، ما ذلك بإذن الله تبارك وتعالى على اليمنيين بعزيز. قريبا ستشرق الجمهورية، قريبا سنحتفل بإذن الله تبارك وتعالى في صنعاء، قريبا سنحتفل في 70، قريبا سنتلو قصائد النصر بإذن الله تبارك وتعالى في عموم أرجاء الوطن في كل ساحات الجمهورية. قريبا سيذهب هؤلاء أدراج الرياح، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ماجد العودي الإعلامي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. بالطبع ماجد العودي، نحن اليوم نتحدث عن كيف يمكن أن نجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق لتعزيز دعائم الجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. ماجد تحدث عن كيفية كان عن ثورة سبتمبر وما الذي قدمه الشهداء، وكيف بأنهم سطروا أرواحهم ورسموا ملامح الجمهورية من جديد بدمائهم، ثم تحدث عن الشهداء الذين جاءوا من بعدهم وهم اليوم يواصلون السير على نفس المنوال. تحدث عن القشيبي، تحدث عن الشدادي، تحدث عن الجماعي، تحدث عن العوني، عن كثير من الشهداء الذين تمتد دماؤهم على امتداد الخارطة الوطنية، سواء في عدن، في تعز، في لحج، في مأرب، في الضالع، في الجوف، في البيضاء، في كل محافظات الجمهورية. تحدث عن الشهيد الجماعي وعن قصائده التي كتبها وهو يتحدث عن ذكرى ثورة سبتمبر، وكيف بأنه وفى لدماء للكلام الذي قاله، لم يقل كلاما على عواهله وتركه، وإنما وفى بدمائه من أجل هذا الوطن ومن أجل أن من أجل أن نحصل على ما نريده من الحرية والكرامة ومن أجل الحفاظ على الجمهورية. نعم. الآن معنا وفاء الوريدي، ناشطة سياسية. مرحبا وفاء. مرحبا وفاء، حياك الله أخي. أهلا وسهلا، كل سنة وإنت طيب والشعب اليمني بألف خير وعافية إن شاء الله. كل عام وأنت طيب. اليوم نتحدث اليوم في برنامج الكلمة لك عن كيف نجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق لتعزيز دعائم الجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. أخي، ذكرى سبتمبر هي ذكرى كل اليمنيين. هذه الذكرى هي التي سبتمبر، ثورة 26 من سبتمبر هو الذي صنع لنا الحاضر الذي نعيشه الآن، سيصنع لنا المستقبل بإذن الله. ولن يستطيع الانقلابيين ودعاة التخلف والرجعية أن يعودون من جديد إلى الإمامة. يجب أن يكون الآن، لا يكفي أن فقط نحتفل بالذكرى 55 لثورة سبتمبر، أو نحتفل حتى بالذكرى المقبلة لثورة أكتوبر أو سبتمبر أو حتى ثورة فبراير. الاحتفالات لا تكفي، علينا أن نرسخ هذه الاحتفالات على أرض الواقع، علينا أن ندعم الهوية الوطنية، أن نربي أجيالنا على حب الوطن ومعنى حب الوطن والانتماء إلى الوطن والانتماء إلى الأشخاص والجماعات والمكونات. علينا أن نغرس في قلوبهم وفي نفوسهم معنى الجمهورية والدفاع عن الجمهورية. كل التضحيات التي قدمت منذ 26 من سبتمبر، من ثورة 26 من سبتمبر إلى اليوم، والثورات التي تتالت واحدة تلو الأخرى، كانت من أجل الحفاظ على ثورة سبتمبر وعلى هذه الأهداف. علينا أن نستمر في هذه الأهداف، علينا أن نستمر في ترسيخ هذه الدعائم. الآن ما يحصل الآن بناء جيش وطني حقيقي، أظن أنها أحد أهداف ثورة سبتمبر الذي لم تحقق، الذي لم تحقق بالمعنى. كان هناك لدينا جيش ولكنه جيش عائلي. ثورة سبتمبر نجحت كثورة أنها انتزعت، يعني انتزعت مننا الإمامة، انتزعنا الإمامة والجمهورية. كانت هناك جمهورية ولكن للأسف لم تحقق باقي الأهداف، كان هناك الكثير من العراقيل. الآن دورنا نحن شباب المستقبل والجيل المقبل أن نحقق باقي هذه الأهداف، وأن نحافظ على الجمهورية، وأن نرسخ الجمهورية، ونعي خطورة ما يحصل الآن من انقلاب. هذا الانقلاب الذي سيدمر الوطن، سيدمر الجمهورية، وأن نتكاتف جميعا من أجل هذه القضية، قضية الوطن. وفاء الوليدي، إذن شكرا جزيلا لك. نتحدث اليوم مشاهدين الكرام عن الوفاء لثورة سبتمبر، وكيف يمكن أن نحافظ على هذه الثورة وأن نحافظ على أهداف هذه الثورة، وكيف تكون هذه الذكرى محطة انطلاق للحفاظ على الهوية اليمنية. نعم، معي عبر الهاتف نبيل الشعيبي. مرحبا نبيل.
نجيب حياك الله معك. نجيب مرحبا نجيب الشعيبي، اهلا ومرحبا بك نجيب، تفضل. نحن اليوم نتحدث في ذكرى ثورة 26 سبتمبر، نتحدث عن كيف يمكننا أن نحافظ على هذه الأهداف وأن تكون هذه الذكرى هي محطة انطلاق للاستمرار في تعزيز دعائم الجمهورية. والله احنا في ثورة 26 سبتمبر احنا ثوار يعني منذ الصغر يعني، وناضلنا وتعذبنا يعني إلى حد الآن، واحنا نعذب يعني بأبشع جرائم التعذيب يعني من مخلفات الإمامة الكهنوتية أصحاب سلام الذي يعذبونا بأبشع جرائم التجهيز هذا الشعب، الكهرباء يعني عذبونا يعني قهرونا يعني دمروا حياتنا يا أخي يعني قتلونا يعني ما هو هذا يعني نجيب ما الرسالة؟ نجيب ما الرسالة التي ترسلها إلى هؤلاء؟ والله هذا مهم من مخالفات الإمامة الكهنوتية يعني الظلم والاستبداد يعني حرقوني يا أخي، ما لك أنت انظروا لحالتنا يا أخي، جعبنا يا رسائل ناشدنا العالم يا أخي، ناشدتوا أمريكا ناشدتوا العالم كله حضر أمريكا يعني مظلومين يا أخي مقهورين يعني تعذبنا تعذيب يا أخي ما حد عذبها بالعالم كله، بعتنا نجيب الشعير يعني معروف الناس كله قالوا هذا الظلم عليها. نعم نجيب، كيف يمكن كيف يمكن أن نحافظ على الجمهورية والهوية اليمنية من الإماميين الجدد؟ احنا طبعا احنا محافظين على الجمهورية، احنا ممثلين الجمهورية يعني احنا تعذبنا يا اخي تعذبنا يا اخي الجمهورية، احنا مع الجمهورية مع الثورة 26 سبتمبر مع عبد الرب المنصور هادي يعني مع الوطن مع الامن والاستقرار يعني مع يعني المنجزات العظيمه، لكن احنا يعني تعذبت يا اخي، انا بالذات انا تعذبت يا اخي تعذبت، وانا بالذات دور يعني كثير يعني ما بش يعني ما رحموناش يا اخي. اين تعذبت مع نجيب؟ يا مجلس السلام هذا المشعوذين لك هذا يعني عذبني يا اخي قهرني يا اخي حضره يعني ما هو اقصد لك انا حضر العالم شاهدني يا اخي العالم يعني لك واحد معجزه يعني تعذيب يا اخي عذبني تعذيب كهرباء يا اخي شاهدوني العالم كله يا اخي نظر العالم لي يعني اعترف به يعني تعذيبي سفراء دبلوماسيا يعني رؤساء. نجيب الشعيبي شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن نتمنى للوطن ولك ولكل اليمنيين السلامة والعافية والصحة. نتحدث مشاهدينا الكرام اليوم عن ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وكيف يمكن أن نجعل من هذه المحطة محطة انطلاق إلى لتعزيز الجمهورية ولتعزيز الهوية الوطنية. بالطبع احتفل اليمنيون في كل مختلف محافظات الجمهورية، احتفلوا في تعز، في عدن، في الضالع، في المكلا، في المهرة، احتفلوا في مأرب في هذا اليوم، التف اليمنيون التفافا كاملا ولم يشعروا بمثل هذا اليوم كما شعروا بها من قبل. نعم، وسينضم إلينا الآن عبر الهاتف عوض كعدل، تفضل عوض. حياك الله، كيف حالك يا استاذ علي؟ مرحبا بك عوض، نحن اليوم نتحدث في برنامج الكلمه لك عن ذكرى ثوره سبتمبر، وكيف يمكن ان نجعل من هذه الذكرى محطه انطلاق لتعزيز الجمهوريه ولتعزيز الهويه اليمنيه، الكلمه لك. اولا احييك يا استاذ علي واحيي كل العاملين في قناه الثوره والثوار. تحيه لك. بالرجوع الى اهداف ثوره 26 سبتمبر يا استاذ علي. وهي 6 اهداف. نعم. الهدف الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاته وإقامة حكم جمهوري عادل. نعم. وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. نعم. طبعا بالنسبة للاستبداد والاستعمار، الاستبداد كان في عهد الحكم الإمامي الكهنوتي في شمال الوطن. والاستعمار والاستعمار البريطاني في جنوب الوطن. الآن ظهرت لنا أستاذ علي مخلفات الاستبداد والاستعمار في جنوب الوطن وفي شمال الوطن. نعم. وهو الانقلاب الحوثي العفاشي الذي حصل في 21 سبتمبر 2014. إذا بالنسبة للست الأهداف، أهداف ثورة 26 سبتمبر يا أستاذ علي، لم يتحقق منها بعد 55 عاما أي هدف من الأهداف على الأرض، يعني ما في أي هدف عملي استفاد منه الشعب. فإذا عدنا مثلا إلى الهدف الثاني اللي هو بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاتبها، المخلوع علي عبد الله صالح بنى جيش أسري وهو الحرس الجمهوري
الذي هدفه الأساسي الحفاظ على الأسرة الحاكمة في اليمن وهي أسرة المخلوع علي عبد الله صالح ومن تعرف معه. والدليل على ذلك أن الحرس الجمهوري اليوم انقلب على الوطن وعلى الشعب اليمني ويقتل الشعب اليمني اليوم بدم باردة، بالرغم أنه أقسم اليمين أمام الله وأمام الشعب بأنه سيحمي الوطن وسوف يدافع عن هذا الوطن. ثالثا رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. الشعب اليمني وضعه الاقتصادي متدهور منذ 55 عاما يا أستاذ علي. الشعب اليمني مشرد في أصقاع الأرض، الشعب اليمني مات جوعا وفقرا ومرضا. نعم نعم معك معك أسمعك جيدا تفضل. ومن ناحية سياسية ومن ناحية ثقافية يا أخي، احنا في القرن 21 لدينا أكثر من 600 مدرسة عبارة عن صفائح وعبارة عن عشش، مدارس عبارات السيول في العاصمة صنعاء، أصبح الأهالي يجعلوا من هذه العبارات مدارس لأطفالهم. لم يحقق أي هدف من أهداف ثورة 26 سبتمبر. نعم. لا ماء ولا كهرباء ولا طرقات ولا تعليم ولا قضاء عادل ولا أمن ولا أمان ولا استقرار. رابعا إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. لا يوجد عندنا أي مجتمع ديمقراطي. الشعب اليمني منذ 55 عاما يعيش تحت الظلم وتحت الاستبداد وتحت العبودية، سواء في جنوب الوطن قبل الوحدة عندما ظهر لنا الحزب الاشتراكي الذي كان شعاره لا صوت يعلو فوق صوت الحزب، أو في عهد المخلوع علي عبد الله صالح الذي قمع الشعب اليمني وجعله يعيش في ظلم وفي استبداد وفي تدهور صحي وعلمي، لا طرقات لا ماء لا كهرباء. نعم أنت ما أسألني. نعم نعم أسمعك جيدا تفضل. الهدف الوحيد الذي تحقق هو الوحدة الوطنية، ولكن ليس بفضل المخلوع علي عبد الله صالح ولا بفضل علي سالم البيض إنما هذا كان هدف استراتيجي من أهداف الشعب اليمني سواء في جنوب الوطن أو في شماله، ولكن للأسف الشديد فقد تآمر المخلوع علي عبد الله صالح على قتل الوحدة اليمنية من اليوم الأول لتكوينها، حيث شكل فرق الموت الذي قتلوا أكثر من 150 من أعضاء الحزب الاشتراكي الحزب المشارك في الوحدة اليمنية، وآخرهم جار الله عمر الذي قتل تحت قبة أحد الاجتماعات في صنعاء بدم بارد، وقالوا إن القاتل هو مجنون. فهل يعقل إن مجنون يدخل من بوابة شديدة الحراسة ليقتل مثل هذا الشخص؟ ولهذا واليوم ظهر لنا عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن تحالف معه لكي يعيد الشعب اليمني 50 سنة إلى الوراء، يريدوا أن يعيدون على الحكم الإمامية الكهروتية البغير، يريدون أن نقبل الرؤوس والأيدي والأرجل. ولهذا أنا أرسل رسالة من على هذا المنبر الحر إلى كل يمني وطني شريف، عليكم بحمل السلاح والالتحاق بجبهات القتال. لا خيار أمام الشعب اليمني إلا اجتثاث هذه الشجرة من جذورها، هذه الشجرة الخبيثة التي تحاول أن تبث الفكر الشيعي الإيراني في أذهان الشعب اليمني العظيم. أنت معي أستاذ علي؟ معك عوض تفضل أكمل. ولهذا علينا أستاذ محمد أستاذ علي أن نوحد الجبهة الداخلية سواء في القوات المسلحة أو المقاومة الشعبية. نعم. اليوم القوات المسلحة على مشارف صنعاء وفي نفس الوقت داخل صعدة وفي الجو وفي شبوة وفي كل مكان، الجبهات تشتعل في كل مكان. ولهذا أنا أناشد الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس هيئة الأركان، عليكم بفتح معسكرات للشباب في جميع محافظات الجمهورية لتدريبهم تدريب عسكري وقوي، ثم تغذية وضخ جبهات القتال بهؤلاء الشباب. لا خيار أمام الشعب اليمني إلا التخلص من هذه الشرذمة وإلى الأبد. شكرا جزيلا أستاذ علي. تحية لك عوض كعدل. اليوم تحدث عوض عن كثير من المنجزات وتحدث عن أهداف الثورة، ثورة سبتمبر الستة، الأهداف التي قال بأنها لم تتحقق حتى هذه اللحظة، لم يتحقق منها أي هدف،
وتحدث عن كثير من الملاحظات والنقاط التي وضعها قبل قليل. تحدث أيضا عن عن آليات يمكن الحفاظ من خلالها على أهداف الجمهورية، وأن تكون هذه محطة انطلاق لتعزيز الجمهورية وتعزيز الهوية اليمنية. تحدث عن ضرورة فتح معسكرات التدريب، وناشد رئاسة هيئة الأركان العامة ورئاسة الجمهورية بفتح معسكرات تدريب لكافة الشباب من مختلف محافظات الجمهورية كي يقفوا سدا منيعا وحاجزا أمام هؤلاء الإماميين الجدد. نتحدث اليوم مشاهدين الكرام عن كيف يمكن في ذكرى ثورة سبتمبر، وكيف يمكن أن تكون محطة انطلاق لتعزيز الثورة والجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. نعم مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطية الخاصة في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، الذكرى 55 لذكرى الثورة. نتحدث اليوم في برنامج الكلمة لك عن كيف نجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق لتعزيز دعائم الجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. بالتأكيد هناك الكثير من التفاعلات وحول في على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك في السفارات اليمنية خارج اليمن. على مستوى اليمن هناك الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع. سننظر إلى أبرز التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي، وسنتحدث التي تحدثت عن هذا الحدث اليمني الهام. وننظر هذا رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي يتحدث عن يكتب على صفحته الرسمية في الفيسبوك عشية ذكرى الثورة، يكتب قائلا: إن هذه المناسبة تأتي وشعبنا اليمني يعيش فترة عصيبة في ظل حرب ظالمة فرضتها جحافل الإمامة وعصابات الانتقام ضد الدولة اليمنية، وكذلك ضد مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. ويضيف الرئيس هادي في نفس المنشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك، يقول: إنما نشهده هذا العام من احتفاء شعبي وزخم وتفاعل غير مسبوق بين كل فئات شعبنا الذين يحتفلون بذكرى الثورة المجيدة بطريقتهم منذ أكثر من شهر، لهو رسالة صريحة وواضحة للإماميين الجدد ولأذنابهم من المغفلين بأن شعبنا اليمني الذين سلموا لهم البلاد وباعوا أسوارها حقدا وانتقاما لأن مصالحهم الشخصية وأحلامهم المريضة تقاطعت مع خيارات شعبنا الثائر الباسل. وإذا نظرنا إلى ما كتبه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على صفحته في فيسبوك أيضا، قال: إن احتفالنا بسبتمبر الثورة والجمهورية هي رسالة نعبر بها عن تصميمنا وإصرارنا على هزيمة الانقلاب ودحر أئمة العصر وحلفائهم ممن استمرأوا العبودية والعار والعيش الذليل في كنفهم. ثم قال: سنقاتل الإمامة وسننتصر للجمهورية وسنزحف عليهم بالجمهوريين من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق. وأضاف رئيس الوزراء في صفحته قائلا: قال: نقولها لكم أيها المتمردون الانقلابيون، لن تذهب دماء الزبيري وعلي عبد المغني وتضحية النعمان والإرياني ومحمد علي عثمان وغيرهم من قادة الثورة سدى. قال: سننتصر لهؤلاء وسننتصر لشهداء ثورة 48-900 ألف وحركة 55-900 ألف ولكل ثوار اليمن الذين شقوا طريقا صعبا نحو النور، نحو الخلاص الذي حققته ثورة 26 من سبتمبر المجيد. ثم وجه رئيس الوزراء خطابه للإنقلابيين قائلا ووصفا لهم بدعاة الخرافة، قائلا: تعلموا يا دعاة الخرافة والكذب من هذه الاحتفالية ومن هذه المناسبة، تعلموا أمرا واحدا فقط، هو بأن شعبنا بوعيه الوطني وثقافته الممتدة جذورها عبر التاريخ يفرق بين الثورة والادعاء بالثورة. لذلك رأيتم كيف احتفلت جماهير الشعب اليمني في جماهير 26 من سبتمبر، كيف احتفلت بهذه المناسبة. ثم قال: لقد عبرت تعز عن اليمن كله وقاومت تعز وغيرت مسار التاريخ في بلادنا كما فعلت ذلك عدن النور والتنوير، وكما عرفتموه عن صنعاء التاريخ والأصالة من قبل. ثم يتحدث، وإذا انتقلنا إلى وزير الإعلام
معمر الإرياني فقد كتب في تغريدة له على تويتر قائلا: أجبر الحوثيون الناس لحضور ذكرى انقلاب 21 سبتمبر، فكان الرد الشعبي في كل اليمن مزلزلا ومذكرا بأنه لا ثورة فوق ثورة 26 من سبتمبر المجيد. ثم إذا انتقلنا إلى متحدث آخر، فهذا نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري يتحدث قائلا قال: إن اليمن أمام مشروعين لا ثالث لهما، مشروع الإمامة البغيض ومشروع الجمهورية، وستنتصر الجمهورية بصمود ونضال كل أبناء الوطن. وقائد المنطقة العسكرية السابعة عفوا قال اللواء الركن ناصر الذيباني كتب أيضا قال: نحتفل اليوم بذكرى ثورة سبتمبر ونحن على مشارف صنعاء، ونقول لأهلنا في صنعاء وعمران وبقية المحافظات، قال: سنصل إلى صنعاء قريبا. إذن هذه مشاهدين الكرام أبرز ما كتبه قيادات ورموز في الدولة عن هذه الفعالية وعن احتفاء اليمنيين بهذه الفعالية على امتداد اليمن وعرضه وفي طول البلاد وعرضها. مشاهدين الكرام نحن نتحدث اليوم في برنامج الكلمة لك عن هذه الذكرى، ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، الذكرى التي يحتفي بها اليمنيون والتي كانت قبل يومين، ونتحدث عن كيف يمكننا أن نحافظ على هذه الذكرى ونجعل من هذه الذكرى محطة انطلاق لتعزيز الهوية الوطنية ولتعزيز الجمهورية والحفاظ على الهوية الوطنية. نستقبل مشاركاتكم مشاهدينا الكرام واتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وعبر صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. نعم، إذن مثلت مشاهدينا الكرام ثورة 26 من سبتمبر الثورة الأم، مثلت الثورة الأم لليمنيين الذين تقاسمتهم الكهنوتية والإمامية والاستعمار أيضا البريطاني أكثر من قرن ونصف، لكن هذا التقسيم لم يثني اليمن ولم يثني اليمنيين عن واحدية النضال وعن واحدية الثورة وعن واحدية الكفاح الذي شارك فيه كل أبناء اليمن شمالا وجنوبا من خلال الرموز والأبطال الذين قدموا أرواحهم وناضلوا في الشمال لدحر الإمامة، ثم اجتمعوا متوحدين مع الجنوب وعاودوا الكرة مجددا لطرد الاستعمار. كان في مقدمة ثوار سبتمبر القائد راجح بن غالب لبوزة الذي قاتل الإماميين في جبال المحابشة في محافظة حجة وانتصر عليهم، ثم عاد بعد إعلان الجمهورية العربية اليمنية صبيحة 26 من سبتمبر لتفجير ثورة 14 من أكتوبر 63 900,000 ضد المستعمر البريطاني، وتوجت برحيله في 30 من نوفمبر تشرين 67 900,000، تلك اللحظة التي يقول عنها صاحب كتاب الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية فريد هاريدي، قال: لم تكن لتتحقق لو لم يتم التخلص من نظام الإمامة في الشمال. إذن فكانت ثورة 14 من أكتوبر امتداد لثورة 26 من سبتمبر حينما تكاتف الثوار والأحرار من شمال الوطن وجنوب الوطن وعملوا على دحر المستعمر وأخرجوه خارج البلاد. إذن احتفال اليمنيين، لكن إذا عدنا إلى احتفال اليمنيين هذا العام وكيف أنهم احتفوا بها في الداخل والخارج في مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم، نجد احتفاء غير عاديا. كان هذا العام احتفاء ذات بدلالات وطابع استثنائي مميز. مرحبا، نستقبل اتصالكم عبر الهاتف. معنا محمد رتمان عبر الهاتف. مرحبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد، نحن اليوم نتحدث في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيد عن كيف يمكن أن نحافظ على أهداف الجمهورية وأن نعزز من الهوية الوطنية. نعم، ثورة 26 من سبتمبر جاءت تشعل النور والضياء للشعب اليمني وتخلصه من براثن الاستعمار الكهنوتي، الإمام الكهنوتي الظالم الذي عاش قادما على شعبنا اليمني العظيم. نعم. وإلى هذه المناسبة نرفع آيات الشكر والتهاني إلى فخامة المشير عبد الرب منصور هادي وإلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الداخل والخارج. إذن محمد رضمان كان معنا عبر الهاتف يبعث برسالة ببرقية شكر وتهنئة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وبهذه الذكرى، وتحدث قبل ذلك
عن كيف ناضل الشعب اليمني، ولكن باختصار يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد ردمان. مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نحن نتحدث اليوم عن كيف احتفى اليمنيون بذكرى ثورة سبتمبر، كيف امتلأت واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق ولم يمر بهذا كهذا العام من قبل، وخصوصا مع الوضع الذي تمر به البلاد ومع الحرب التي يشنها الانقلابيون على الشعب اليمني ومع المقاومة الباسلة التي تواجه هؤلاء الانقلابيين على امتداد البلاد وفي طولها وعرضها في البيضاء والضالع ولحج وعدن وتعز. ونستقبل اتصال. مرحبا جميل السماوي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جميل، نحن اليوم نتحدث في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر عن كيف نجعل من ذكرى ثورة سبتمبر محطة انطلاق لتعزيز الجمهورية والحفاظ على الهوية اليمنية. الكلمة لك. مرحبا جمال. نعم نعم تفضل، الكلمة لك. حياك الله. أنا أشكرك وأشكر قناة إسرائيل الفضائية اليمنية التي هي قناة كل الحرية، قناة الحرية. ألو. نعم معك جميل. جمال تفضل. حياك الله. أنا أقول يعني أحييك وأحيي قناة سهيل. وتحية لك منا ومن طاقم العمل ومن طاقم قناة سهيل، تحية لك. تفضل، الكلمة لك. القناة التي هي قناة الثورة والحرية والديمقراطية. نعم تفضل جمال. أما بالنسبة لثورة 26 من سبتمبر، فقد كانت هذه الثورة تحولا تاريخيا في مسار الثورة اليمنية التي قضت على التخلف والمرض الذي أراد الانقلابيون أن يعيدون إليها مرة أخرى. نعم. إذن شكرا لك جمال السماوي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، تحدثنا في برنامج الكلمة لك لهذا اليوم عن كيف نعزز من ذكرى ثورة سبتمبر وكيف نجعل من هذه الذكرى محطة انطلاق للحفاظ على الجمهورية والوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية اليمنية. تحدث المتصلون عن ضرورة أن آليات الحفاظ تكون في دعم الجيش الوطني، عن الالتحاق بمعسكرات التدريب التي تواجه الإماميين الجدد، عن توحيد كلمة الصف داخل صفوف المقاومة وعدم شق الصف وضرورة لملمة هذا الشمل. تحية لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وتحية لطاقم العمل العامل معنا هنا في الاستوديو، تحية للمصور الكبير ماهر الحبيشي، وتحية لمهندس الصوت حمد السهماني، ومن التنسيق عمار الأضرعي، ومن المونتاج زكريا الربع، ومن المخرج باسم أحمد، وهي تحية موصولة إليكم أيضا. لكم مني خالص المنى، تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل، في أمان الله.